اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن محمد الالفي، احد نجوم كره اليد، والحقيقه يعني من مطبخ بطوله العالم. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك منورنا ومشرفنا. نوركم والله. نوركم. ويعني يمكن حضرتك لقاء تاخر في قناه الاهلي شويه، بس حضرتك ده مكانك وبيتك. ده بيتي. طبعا مش طبعًا. مشكله خالص فيه. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع تقرير عملناه خصيصا لكابتن محمد الالفي، نعرفه اكتر واكتر، ونشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. هو واحد من أهم وأبرز الشخصيات التي أثرت في تاريخ كرة اليد المصرية، سواء على مستوى اللعب أو الإدارة الفنية، وهو الأب الروحي للعديد من اللاعبين المميزين في قائمة منتخبنا الوطني الأول، والذي يستعد حاليا لبطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري. بدأ حياته مع كرة اليد وهو في 14 من عمره داخل جدران نادي هليوبوليس، وظل يدافع عن قميصه حتى احترف بصفوف الهلال السعودي عام 1980 مع كابتن عبد الرحيم القليوبي، وحصد كأس المملكة وحصل على ثاني الدوري بالسعودية قبل أن ينتقل لصفوف نادي الوحدة الإماراتي مع كابتن طلعت شتاء، وحقق المركز الثالث في الدوري معه. ثم كانت العودة للنادي الأهلي في الفترة من 83 وحتى 89، حقق حينها الدوري رفقة الشياطين الحمر في 5 مناسبات، إضافة إلى لقب سادس مع نتائج المرتبط، بالإضافة إلى لقبين لكأس مصر ولقب للبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري بالمغرب. كما حصل مع منتخبنا الوطني على 3 بطولات عربية قبل أن يعتزل بعد المشاركة في بطولة العالم باء، والتي أقيمت بفرنسا عام 1989، وظل قائدا لمنتخبنا خلال الفترة من 79 وحتى اعتزاله للعبة. بدأ رحلته مع التدريب عام 89، ثم أشرف على تدريب منتخب مصر مواليد 72 في منصب مساعد المدرب مع الراحل جمال شمس، وحققا سوية بطولة العالم للشباب والتي أقيمت بالقاهرة عام 1993، وهو ما تسبب في حصوله على وسام الجمهورية قبل أن يشرف على تدريب منتخب مصر مواليد 74، ليحقق به المركز السادس ببطولة العالم للشباب بالأرجنتين، وعقبها الإشراف على تدريب منتخب مصر للكبار والحصول على البطولة العربية بالأردن عام 1999، ثم كانت بطولة إفريقيا للكبار 2000 في الجزائر قبل أن يعمل مساعدا للصربي الخبير زوران، والذي حصد معه الفراعنة المركز الرابع ببطولة العالم في فرنسا 2001. ثم كانت النقلة بتدريبه لنادي هليوبوليس عام 2008، وحقق معهم كأس مصر في مناسبتين عامي 2015 و2017، كما حصل معهم على المركز الثالث بالدوري. واستعانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم رقم 27 لكرة اليد بخدمات الألفي في منصب رئيس لجنة المسابقات بالبطولة العالمية لما يتمتع به من خبرات غزيرة وعلاقات وفيرة.